خلونا نبدأ أخبارنا معاكم النهاردة من الحدث العالمي اللي بتتجه أنظار العالم كله كل عام، وهو مدينة أبو سمبل جنوب مصر، وده لمتابعة ومشاهدة واحدة من أندر الظواهر الفرعونية الفلكية في العالم، وهي ظاهرة تعامد الشمس على وجه الملك رمسيس الثاني بمعبده الكبير بمدينة أبو سمبل جنوب أسوان. الظاهرة دي في الحقيقة بتستغرق حوالي 20 دقيقة إلى 25 دقيقة في نفس اليوم، وبيكون في روايتين في الحقيقة لسبب تعامد الشمس. يعني الأولى بتقول إن المصريين القدماء صمموا المعبد بشكل هندسي بناء على حركة الفلك لتحديد بداية الموسم الزراعي وتخصيبه، والآخر لبدء موسم الحصاد. الرواية الثانية بتقول إنه اليومين دول بيتزامنوا مع يوم مولد الملك رمسيس الثاني ويوم جلوسه على العرش. النهاردة بالفعل اخترقت أشعة الشمس بهو المعبد لمسافة 60 متر حتى قدس الأقداس، وده في تمام الساعة 5:30 صباحا، واستمرت لمدة 20 دقيقة، وتم وضع شاشة عرض بلازما عملاقة جدا بصحن المعبد، وده لإتاحة مشاهدة لحظة حدوث الظاهرة لأكبر عدد ممكن. تفاصيل أكتر هنعرفها من ضيفنا اللي معانا على الهاتف الأثري أستاذ أسامة عبد اللطيف، مدير عام آثار أبو سمبل. أهلا بحضرتك، صباحك صباح الورد. اهلا بحضرتك، اهلا وسهلا. خلينا في البدايه نقول للمشاهدين او نوضح اكتر، ايهما الروايه الصحيحه؟ هل هو تعامد الشمس بيكون علشان تتويج الملك، ولا يوم مولد الملك بمعنى اصح، والتاني يوم جلوسه على العرش، ولا حاجه خاصه بموسم التخصيب والحصاد للزراعه؟ لا، هو الاخر طبعا، ان احنا النهارده بالظبط كده موسم البذر، رمي البذور، وشهر 2 موسم الحصاد ان شاء الله، 22/12 بدايه موسم الحصاد، لان ما فيش حد عارف يقينا ان الرمسيس الثاني طبعا حكم فتره طويله، لكن ما حدش يقدر يحدد يعني بالظبط كده هو مولده يمكن سنه كام او يوم كام وكده. فالروايه الاقرب ان احنا موسم الحصاد، موسم زراعه، بدء الزراعه وموسم الحصاد. يعني دي الروايه الاقرب للصح، لانه ميعاد ميلاده او تتويجه يعني مش، ما حدش عنده معلومه دقيقه فيها. بالظبط يا فندم. طيب احنا طبعا عايزين نعرف من حضرتك بقى كل الاستعدادات اللي قامت بيها يعني اداره ابو سمبل وعدد السياح والوافدين من الدول المختلفه، يعني واحنا بنشوف مع بعض طبعا مظاهر احتفاليه جميله جدا. هي ابو سمبل من الوجهات السياحيه العالميه طبعا. والشهره بتاعتها بترجع لان المعبد ابو سمبل عمليه اشتراك دول العالم كلها في موضوع انقاذ اثار النوبه. وإن أبو سمبل طبعا ليها شهرة عالمية. يعني مساحة إشغال الفنادق مثلا بسبب هذه الزيارة؟ لا لا، إشغال الفنادق كومبليت، كل الفنادق. طب هايل. احنا النهارده الناس موجودة من ساعتين ونص، العربيات السياحة جاية من أسوان. يعني احنا المعبد كان زحمة. يعني احنا بنتكلم على إنه ده تأثير إيجابي لتنشيط السياحة، وإنه بيكون في زي ما بيقولوا يعني الأوتيلات كلها فول. بالظبط بالظبط يا فندم، أوتيلات أسوان كمان فول. طب هايل. احنا بنشكر حضرتك طبعا، شكرا جزيلا الأثري الأستاذ أسامة عبد اللطيف، مدير عام آثار أبو سمبل.